السلام عليكم ورحمة الله خوش. كما كتلاحظوا شو هذه حجرة في وسط الحجر، هانتوما هذه كلهم حد الضانات شو الاخوان. يعني ان شاء الله كما قلنا غنديو هذه تغسلوا باش نعرفوا واش الفلورايت واش احجار اخرى. هانتوما الخوش واحد دقيقة شو شوف شيا هنا غير هنا هاد البلورات غير مكتملة للخوش، هذا هو اللي كيجعل هاد الحجر شو كيدير. نتوما هاد الحجرة ملي كتضربها كتسمع واحد الهدير أو لا واحد الحس تحت هاد الحجر الخوش، ملي كتبداو تحفرو كتسمعوا الحجر خاوي لتحت. شوف شوف كتسمعوا واحد الهزة ولا واحد الهدير داخل هاد الصخرة هذه، كتعرفوا بأن هاد الحجرة لتحت راها فيها معادن ديال هاد الكوارز، هو اللي غادي يولي يعرفك شنو كاين لتحت منطلق من هاد الكوارز اللي كنلقاو او لا. عفوا نحاولوا نحيدوا هذا. شو شو هاد الخضريه هادي شو هنا الاخوان ردوا بالكم، يعني راه ماشي كتقول بان تحت الارض راه ما كاين والو، راه كتكون كوائن او حشرات تحت هاد الحجر. شو شو هنا خاويه، ولكن تحت هاد الحجر شوف هادي اللي كنلقاو التغسل، غادي نشوفو تحت شنو كاين تحت منها. الله المستعان، تحياتي للجميع.